روح قلبي، انا سامعك. شكلك كده عايز تتكلم في موضوع مهم او موضوع ينقط ويشل ويجيب الضغط. قول. انا اتجوز. مبروك صوفيا. ألف ألف مليون مبروك. مش معقولة الخبر الجديد الجميل ده. تعرف إن إحنا لازم نحتفل؟ أقولك، أنا هسيب الفيلا لمدة أسبوع. لأ، هسيبها لك لمدة شهر، ومش هتصل بيك خالص عشان مزعجكش. وإنت بقى لما تخلص انبساط وثقتك ترجع لك بنفسك، هتلاقيني مستنياك في أي حتة أنت تختارها. شرم، الغردقة، أي حتة. بقولك شبيك لبيك، أنا تحت أمرك. أنا عذرك. أنا قلت أقولك أنا لأنك كده كده هتعرفي من بره، فتيجي مني أحسن. لا طز فيا، أنا مش مهمة خالص. لعلمك أنا مش زعلانة، أنا بس كنت بتساءل، هتسيبني متعلقة كده؟ طيب ولاد صوفيا من يوسف، هتربيهم انت ولا تحب اربيهم انا؟ انا جاي اتفق معاكي على الطلاق. طيب بعد ما اتطلقت مصيري هيبقى ايه؟ هترميني في الشارع؟ لا طبعا. اللي انت عايزاه اعمله لك. حقي خالد، حقي وبس. حقي كده خالد، لو سمحت، لو سمحت ما خلصناش كلامنا. أنا بكرهك. طول الوقت اللي عشناه مع بعض ده وأنا بحاول أحب، بحاول ادور لك على اي حاجه حلوه، اي حاجه كويسه، بس ما لقيتش. برافو راجل، حقيقي برافو عليك. عرفتي تكرهيني فيك يا هو. انا وصلت لمرحله اني بقيت حاسس اني لو اتجوزت اي واحده في الدنيا تانية غيرك هغلف. أنا بقيت حاسس إن أنا مش عايز أخلف منك. ما ببقاش طايق نفسي وأنا جنبك. فكرة إنك مراتي وقريبتي وإن إحنا من عيلة واحدة والحاجات اللي اتفرضت عليا طول عمري دي، خلتني عايز أخرج من جلدي وأنا جنبك. أنت عارفة أنا عرفت أنا بكرهك إمتى؟ ما عرفت صوفيا. انت ست غبية أوي، ست غبية أوي يا رويا. عارفة ليه؟ عشان الست اللي توصل الراجل لمرحلة الكره اللي أنا فيها دي، الراجل بتاعها اللي هو المفروض أكتر واحد بيحبها في الدنيا، تبقى ست غبية، وغبية أوي كمان. أقولك حاجة، أنا ساعات كنت بلوم نفسي عليكي. لا لا، بلوم نفسي وساعات إيه؟ لا لا، أنا طول الوقت كنت بلوم نفسي عليكي. كنت بقول لنفسي إن أنا السبب، أنا السبب في إن إحنا ما بنخلفش. حرام عليك يا أخي، سيبها تعيش حياتها، سيبها تروح تتجوز حد تاني وتخلف منه وتجيب عيال وتعيش حياة طبيعية. بس الحقيقة بقى إن أنا كنت باجي على نفسي أنا، مش عليك أنت يا روي. روي أنت بتستهليش لحظة واحدة عشتها معاكي، لحظة واحدة.
انا ما فهمتش انت عايز تقولي ايه. عشان كده جيت ورايا بالظبط. مش عارفه اقول لك ايه، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انت انسان اي حد يقرب منه ما يقدرش يبعد حقيقي. عارف انت عامل كده زي الفارس اللي كانوا بيحكولنا عليه في الحكايات. انا بحسد ليلى عليك. مش للدرجه دي يعني. لا لا للدرجه دي واكتر كمان شويه. انت بس المتواضع. عايز تقول حاجه؟ انا كان في سؤال كنت ببقى عايز اساله ليلى ما كنتش بقدر. ايه هو؟ هي ليلى كانت بتحب يوسف لأني درجة؟ إلى أقصى درجة. يوسف بالنسبة لليلى كان كل حياتها، كان النفس اللي بيخرج منها، كانت بتعشقه. تخيل تخيل واحدة كانت قابلة إن الناس تقول عليها إنها مش شارع وإن هي عشقته وهي أصلاً مراته. ليلى قررت تعيش مع يوسف رغم إن هي عارفة ومتأكدة إن هو بيخدعها. على فكرة ليلى ما فاقتش الا لما قال لها ان هو عايز ينزل الولد. عارف لو ما كانش قال لها كده كان زمانها دلوقتي عايشه معاه، وكان زمانها راضيه بكل حاجه ويمكن اكتر. ليه؟ الحب حاله زي الجنون، بيخليك تعيش حياه غير اللي انت بتعيشها، بيخليك تشوف كل حاجه عكس حقيقتها، تشوف كراهية اللي قدامك منتهى العشق، تشوف استغلاله ليك منتهى التضحية، يخليك تعيش مأساة بس بتبقى سعيد، تبقى مستمتع بالألم لأنك بتبقى منتظر الجنة اللي وعدك بيها اللي بتحبه، ما بتبقاش عارف إنها النار اللي مستنياك. ايه اخبار نور؟ نور مين؟ نور. نور لا لا، انا ونور سيبنا بعض من زمان. ليه؟ ولا حاجه الحقيقه. انا السبب، انا اللي سبته، ما عرفتش احب الحب اللي المفروض احبه له.